مساء الفل. النهارده هنتكلم عن صانع محتوى عمل كارثه من وجهه نظري بخصوص فيلم تاج. ولكن قبل اي حاجه يا جماعه، انا اللي حصل لي على الفيسبوك ده بسبب فيلم تاج رسمي، ومش بقولها بقى اللي هو ايه انا طالع انتقم، لا ما انا اكبر من كده وانتوا عارفين. ودي الفيسبوك كلمني امبارح من لندن وقال لي الليله كلها يعني بسبب فيديو ما، وبعت لي لينك. يعني الدنيا كانت واضحه جدا، ولكن مش بسبب حقوق. الكوميدي ان الفيديو ده الوحيد في حياتي تقريبا اللي ما حطيتش فيه صوره، ما كانش فيه وقت فما حطيتش صوره. شوف ربنا، ما حطيتش ولا صوره من صور الفيلم ولا بوستر، ما حطيتش ولا صوره جوه الفيديو، ولكن اتحط تحت مسمى ان انا خدت محتوى من ام بي سي مصر. اي حاجه بقى فاهمين، اي ريبورتات، الكلام ده انا بقوله رسمي، يا من شركة التسويق للفيلم بتاع تامر، يا من التيم بتاع تامر، بعلم تامر او لا ما اعرفش عشان انا ما اقدرش اجزم بده، ولكن حاجة ريليتد لتامر. تامر عارف انا بحبه قد ايه، وعلى فكرة الفيديو بتاعي ادخلوا شوفوه ولا في حاجة، ولا انا بتكلم بكل مهنية واحترافية، بس عكس الناس التانية اللي انا هتكلم على واحد منهم دلوقتي. ولكن يا جماعة، سكة انه حتة تعمل لي بلوك وعايز تشيلني ومش عارف ايه، انت بتتكلم ام بي سي مصر، انا ممكن اكلم الحاج محمد عبد المتعال عادي عادي. يعني انا كنت جاي في 2011 على فكره قناه الحياه، لولا الثوره كنت هروح من المحور للحياه. كان مدير القناه بتاع المحور يحيى ممتاز، طبعا كان صاحب القناه ساعتها حسن راتب، وكنت رايح للحاج محمد عبد المتعال في قناه الحياه عشان خلاص رايحين بقى، بس ما حصلش نصيب. فيا جماعه انا مش ابن امبارح ولا واحد طالع هاي ومش لا، يعني انا على قديمه يعني، وفي ناس عارفاني وانا عارف ناس وعن طريق ناس. ف سيبكم من كل ده. اللي هتكلم عليه هو طبعا ده لما اتعمل لي بقى بلوك، قاعد بقى في كاني طالع معاش، فاهم؟ وكان اجازه وما كانش عندي شغل في الشغل اللي انا فيه، فقشطه. بس رجع لي الشغل، ابتديت اشوف المراجعات بتاعت الناس التانية. طبعا لقيت يا جماعة كمية كوميديا، اول مرة في حياتي ادخل اشوف مراجعات الناس كلها في حياتي. فلقيت ناس من الكومنتس اللي بتجيلي ان هم ناس فير وبيتكلموا، ولكن خايفين يعني مقلقين يعني. وفي ناس ضربت جامد لانهم ما عندهمش متابعين وعايزين يكونوا ليهم متابعين، وفي واحد بقى منهم عنده متابعين كويسين، وهو كويس على التيك توك كمان، شفته قبل كده على التيك توك وبيعجبني طريقته. يعني طريقة يعني ممكن ما يكونش كلها خاصة بالمحتوى الفني السينمائي يعني، ولكن ده رأيه وليه آراء تحترم. ولكن اتكلم على الفيلم، انا شايف ان هو يعني مش هقول لك جامد، ولكن اتكلم عليه بشكل حلو قوي. على فكرة انا قلت فيلم تاج لتامر احلى من بحبك ومش انا في الفيديو اللي سبب المشكله يعني. واتكلم انه في بس شويه مشاكل في السيناريو، واداله مش عارف 7/10. جه امبارح يا جماعه عمل مصيبه، ما اعرفش ازاي. طبعا الفيديو بتاعه الاولاني اللي كان طالع بيتكلم فيه نوعا ما محايد اتحذف. والله مش قصدي اتريق، بس اتحذف ما اعرفش ليه. ده اللي ضحكني، لان الفيديو ما فيهوش حاجه خالص، يمكن اكتر مني كمان. امبارح طلع اتكلم وحلل الفيلم بشكل، انا اسف تعرفين ان انا فشخولي، بس ده فشخ الفيلم، هانه والطريقة قالك مع كده كده ضربوا العور على عينه. انا دي ما حبيتهاش. ليه؟ ده لو رأيك من الاول قوله بشكل جنتل، ما تكونش محايد يا بابا. ما هو انت محايد زيك زي مين؟ ما يا جماعة لازم كل واحد يكون ليه رأي. تكميم افواه والكلام ده كله بقى يعني بقى. ما اطلع اتكلم على التيك توك بس، لكن حته انك تطلع تنتقم، لا لا لا، انا مش معاك في ده خالص. وعلى فكره مش بدافع عن حد، بس انا من وجهه نظري كل واحد ليه رايه وكل واحد ليه اراءه، وهو ممكن يكون اصغر مني ب 15 سنه مثلا، ما اعرفش. ولكن دي انا شايفها حركه مش حلوه قوي، مش حلوه خالص. حد يعمل لي بلوك اروح طالبه؟ طب على فكره بقى الفيلم كان فيه كذا وكذا وانا ما رضيتش اقول ده، دي مصيبه. ده انت كده انت بتعيب نفسك، لانه بعد كده الناس لما تشوفك هتعرف ان انت ايه، مش مقلق ولكن بقى ايه
زي ما بقولها انا قبل كده، سيف زاهر في نفسك، اللي هو الاهلي حلو والزمالك حلو وانا حلو وانتوا حلوين وهوبا يلا وبينقط في فرح. فدي اكتر حاجه حسيت بالندم لما شفتها، لانه يا عم قول رايك، قول رايك، ربنا هو بقى اللي بيرزق يعني، لو ده حتى قوت يومك ولا اكل عيشك. فده ما عجبنيش، خاصه ان انت كنت حاطط سجس يعني من طريقته تاني مره ان هو كان بيجامل اول مره. طب تعالى بقى اقول لك ان انت بقى لا بتعرف تكتب ولا مش عارف ايه، والكوميديا كوميديا مش عارف جنسيه، والكوميديا يا جماعه بهدل الدنيا، ما حبيتهاش خالص. بس ده اللي كان عندي النهارده، حبيت اقول لكم بس ايه سبب بلوك الفيديو. وده لا يمنع انه اي عمل، انا راجل بروفيشنال، اي عمل ينزل لاي حد هنتكلم عنه بكل احترام وكل شفافيه مهما يحصل، انا بحترم تامر وبقدر مقابلتنا سوا، ويعني ما مش 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 هيبقى في ضغينه يعني، سواء الموضوع ده بعلمه او لا انا ما اعرفش. يعني ما ينفعش اقول لا يمكن، وما ينفعش اقول لا بعلمه، لا ما اعرفش، ما انا ما اعرفش. ففي كل الاحوال انا يعني احترامي لتامر وحبي ليه مش هيتغير. في الاول وفي الاخر ده رأيي شخصي وانت عارف ده، وفي عز ما انا كنت قبل ما قابلك انا قلت حاجات كتير، مش هقولك سلبية، ولكن اغاني كتير قلت ما كانتش حلوة قوي، الفيلم كان فيه مشاكل، فيلم مش انا وقلته، وبرغم كده انت من اكتر كلماتك ليا ان انت بتحب طريقتي، ان انا حد محايد حتى لو منحاز لفنان او كده، ولكن انا حد فير جدا. بس انا بحترم كل الناس بس رأيي مش هيتغير يعني لاي حد والله. لو مين، ما انا لسه طالع، ده انا مدي فيديو الاسبوع اللي فات لعمرو دياب خلص على قلبي، هو خلص على قلبي بالاغنيه دي، اديت فيديو ايه بقى فاهمين، كورس ليه البوستر مش ماتش مع المحتوى مع الفيديو مع الاغنيه يعني. ده اللي كان عندي النهارده، قولوا ايه رايكم في موضوع صنع المحتوى ده. طبعا اللي عارفه يروح يتفرج، هو قال ايه ما عجبتنيش الحركه بصراحه، كل الاحترام ليك سواء بتعرفني او لا. ده اللي كان عندي النهارده، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.